اول شيء زايد، وين زايد؟ موجود. زايد انت وش سالفتك مع السكين؟ كم مره قلنا لكم يا شباب انكم يتابعونكم صغار سن ويتابعونكم ناس تقلدكم وشلون اخذت السكين بهالمنظر هذا قدام الناس وقدام الشاشه سكين وقعت فيها كوره، شيء طبيعي يا ابو سلطان. ايش؟ ابو سكين وقعت فيها الكوره، شيء طبيعي، ما هو بشيء يعني ما لعبت فيها واني حذفتها على احد. يا زايد شلون تاخذ السكين بهالطريقه؟ وتفقع فيها الكوره ولا تسوي فيها اللي تسوي فيها؟ السكين امام الناس وامام الاطفال هذه ممنوعه. سكين زي ما تقطع فيها في الدجاج، تقطع فيها في الطماط، استخدمت انا في كوره. احنا في وقت المطبخ نقطع بالسكين. انت تشوف ان استخدامها في المطبخ نفس استخدامك لها انت برا؟ استخدمتها في الكوره بس، فقعت الكوره هو رجع. يعني انت تشوف ان العمل هذا كويس يعني؟ اشوفها عادي ما في شيء. ايه. طيب ورنا الصوره. شوفها شلون جايه في جيبك اصلا. ورونا الصوره يا شباب. ايه هذه. هذا منظر يظهر على الشاشه يا زايد. اذا شافنا الطفل احنا ما حذرنا عنها، انت نفسك انت لو لا قدر الله تعثرت ولا شيء وش ممكن السكين هذه تسوي فيك؟ صادق معك في النقطه هذه، لكن زبت الموضوع كله انها كانت عشان بس اني افقع الكوره، والله لا لعبت فيها ولا حذفتها لاحد من اخوياي ولا مزحت فيها. طيب اذا دفك احد ولا شيء ولا؟ شباب انتم ما تفكرون في انفسكم بعد. انتم عاد اكثر الطيحات طيحتكم انتم، كل واحد العصا العكاز هذه قامت تدور بينكم الحين. مقتنع الحين انك مخطئ ولا لا؟ يمكن مخطئ في اني حطيتها كذا. ممكن؟ ممكن ولا اكيد؟ في موضوع اني حطيتها هنا. ايه. هذا انا مخطئ فيها. طيب. لكن زين اهم شيء انك تقتنع بس. انا ما الحق. طيب. شباب زايد على حركة السكين. خلاص من بعد. خصم 1000 سهم. نقول الحمد لله على سلامتك انها عدت على خير. سلطان طيب. 1000 سهم علشان اي عشان المنظر هذا اللي قدام الاطفال، ممكن بكره واحد يقلدك وتصير مشكله اكبر، وانت الى الان تحاول تبسط المشكله، انتهى الكلام يا زايد. بس بسيطه مشكله، ما تستاهل 1000 سهم، والله ما تستاهل يا ابو سلطان. خلاص انتهى الامر. طيب حرب الوسايد يا شباب اللي اشغلنا فيه واللعب بالاثاث